الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إيراب بغير مكان فاكتبوا منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلهان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمانة ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث وآتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وآفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينة وفي القبر مؤنثا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وآفنا بإناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة
وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقة وبالضاد دياء وبالطاء طهارة وبالظاء زفرة وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاها وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موئزة وبالنون نورا وبالواو وصلا وبالهاء هداية وبلام الألف لقاء وبالياء يسرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وصحابته أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وأعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مدلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا،
من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمؤافات، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا، ومن كل ما سألناك ربنا آتيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، برحمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا مؤز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدئ يا معيد يا مهي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانئ يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور، برحمتك نستغيث فارحمنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقه بعده تفرقا معصوما، برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى، حمدا لا ينقطع ولا يبيد ولا يفنى، ملء سماواتك وملء ارضك وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، عدد ما حمدك الحامدون وعدد ما غفل عن ذكرك الغافلون، والصلاة والسلام على عبدك ورسولك محمد خاتم أنبيائك ورسولك من خلقك وأمينك على وحيك وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.